يعني أقرمه هو دكتور يوسف خلف. وجود البيئة الرقمية هو ما يحدد وجود الذكاء الاصطناعي، والحكومة العراقية أنشأت مستشارية لرئيس الوزراء وهذا الأمر إيجابي. ما تقصد وجود البيئة الرقمية هو ما يحدد وجود الذكاء الاصطناعي؟ تمام. لو أنت مركز على المستشارية. لا المستشارية ده أجيبها مثل ولا هسه أمثلة كثيرة، أحدها وزارة الداخلية اللي حقيقة أفتخر أنا من النوع المجامل. وزارة الداخلية أيضا عندها خطوات مهمة. البيئة الرقمية هي البيئة الحاضنة لكل تكنولوجيا احنا نريد نطبقها أو نريد نحميها أو نريد نسويها. أمن سبراني يحتاج لبيئة رقمية، ذكاء اصطناعي يحتاج لبيئة رقمية، تحول رقمي راد لبيئة رقمية، أتمتة، هذه المصطلحات اللي تداول اليوم بالإعلام. بيئة رقمية باختصار شديد هي بنى تحتية متطورة بالإضافة إلى تشريعات تحمي هذه البنى وتنظم مرور البيانات وحمايتها وتشفيرها وحماية المجتمع وإلى آخره. هذه البيئة لليوم العراق يعاني في إيجادها بشكل صحيح، رغم توجد محاولات مهمة. وأنا ممكن أعطيك معلومات، اليوم الحكومة جديا رايحة باتجاه احتضان هاي البيئة وإنجازها بشكل صحيح، لكن أتمنى تنجز بشرطها وشروطها، لا أن تدخل غير المتخصصين، لا أن يدخل المجتهدين، لا أن يدخل فساد إلى هذه. يعني باختصار خلي الحكومة تشتغل طالما قررت الدخول في هذا المجال، خلوها تشتغل بما يملي عليه ضميرها وواجبها الشرعي في بالضبط أداء هذه المهمة. بالضبط. وأنا أقول لك بأمان نحن عندنا وزارات، وزارة الداخلية على رئيسها تبنت هذا الموضوع بشكل جدي. اليوم الجواز الإلكتروني ممكن يطلع بيمكن ساعة أو ساعتين، سياد ممكن يقول ساعة. أنشأوا مؤسسة الأمن السبراني، وأنا أحد زملائي هو القائم عليها متخصص بهذا الموضوع. وزارة الداخلية أخذت الموضوع بشكل جدي، وزارة التعليم بلشت بموضوع التحول الرقمي وتبني الذكاء الاصطناعي ورفض المؤسسات بالخبراء. الأمن الوطني عنده جهد مميز بقضية الابتزاز الإلكتروني ومحاربته وتفاصيل كثيرة. هذا كله أنا أقوله مو لألمع بالحكومة، لا، هذا واحد من 100 لازم تنجزه، بعد 99% حتى ممكن نوصل إلى الحالة المثلى.